بابته من قرية القباب. قرية القباب. مواليد أي سنة البركة؟ 1933. طيب بقالات؟ دكاكين بس. مين كان أصحابها؟ في دكانة كانت لأبوي محمود حسن. تمام. وفي دكانة كانت اللهم صل على محمد واحد اسمه يوسف منصور الكتبة كيف يسموه. وفي واحد اسمه موسى الهشة. وفي دكاكين صغير هذول يعني مش تمام. لكن دكاكين كبار كان ما فيش غير كان دكانة محمود حسن ودكانة يوسف منصور. ملاحم كان في ملحمة؟ كان 4 ملاحم. لمين؟ الحج محمد علي سالم وعبد الحميد أبو يعقوب الفار وجميل محمود أبو جميل والعبد الطويل. هذول الملاحم. هذول الملاحم. حلاقين. حلاقين كان فيه بيجي 3-4 كل من أولاد جبرين. من المصاروة. أشرت المصاروة. بقيتوا تشتروا معاكوا في مصاري ولا مقايضة ولا على البيدر ولا؟ مصاري. في ناس اللي ما يدفعش مصاري كان على البيدر. اللي معه مصاري يدفع. نعم. ايش في كان محلات في البلد؟ كان في مثلا دباغة جلود مثلا؟ لا 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 ولا في شيء ابدا. حداد نجار؟ ولا نجارين ما فيش ولا حي ولا شيء. طيب بدك تصلح الات المحراث وتحذر خير؟ في هذول. مين كان فيه؟ كان الحج محمد علي محمد الحج محمد علي جوز عزيزة كان تعرف الحج محمد علي رضوان يرحم والديه في ساحة. أيوة. فالأول كان في جامع يجتمعوا فيه الناس. بعدين في كل عشيرة مثل دار هندي عملوا إيش ساحة مضافة يعني. إن بابتة علمت كمان مضافة ساحة يجتمعوا فيها ختيارية والشباب وهناك. شو أهم المنتجات الزراعية كان في البلد؟ شو كنتوا تزرعوا؟ شو نزرعوا؟ القبح، السمسم، الظهر، الشعير، هذي يزرعوا. زيتون. زيتون كان فيه. زيتون معصرة كان فيه معصر الزيتون. ونروح على الرملة. طب أكثر شغلة كنتوا تشتغلوا فيها في المزروعات شو هي؟ أكثر شغلة كنتوا تزرعوها يعني بكثرة؟ والله هذا هي سمسم مثلا. سمسم وقمح هاي شغلتهم. هذول أكثر إشي. يعني أنا بذكر بك الواحد لما بده يجوز ابنه ولا بنته خليك عندي ما. لما بكيت أجوز بنته أو ابنه يروح على الرملة في واحد اسمه أبو سرحان عنده محل أقمشة ما شاء الله. هذا مثل ما تقول أبو العريس أو العروس فيش معاه اللي يكسي العروس بده يكسي ولا العروس يجوا يعطوه للبيدر يعطيهم الكسوة للبيدر يجي ما يخبيش ما يكيمش البيضر عن الجرون إلا تمنى يجي مين أبو سرحان يعبي كياسه ويوزن شو بسوى القمح يحاسبهم عليهم ويزداد يرجع كل شيء الواحد ويأخذ. كان في ثقة بين الناس يعني؟ ما كانت في ثقة أبدا كل شيء. مدرسة كان في البلد؟ مدرسة كان الصف الرابع. ردوا بنوا كمان غرفتين للصف السابع في المدرسة. المدرسة وصف لنا إياها المدرسة كيف كانت؟ كم غرفة صفية فيها حديقة كبيرة؟ لا في الشجر لما من الأسفلت الرئيسي لما جاي من القدس على الرملة الأسفلت حد الشجر بتعبر من تنزل من السيارة الباص بتطلع وين على المدرسة شارع نظيف ما تكون إلا أسفلت وشجر سلو من هان وشجر سلو من هان. وبتفوت على المدرسة تقريبا حوالي 30-40 متر تقريبا لما تصير المدرسة. مدرسة أول شيء كانت 3 صفوف كان الأول والثاني الثالث والرابع في صف في غرفة. أيوة. هاي 3 غرف.
بعدين بنوا غرفتين كبار. صار الصف السابع. بس احنا عاد ما لحقناش السابع. لأي صف درست؟ أنا درست الخامس يمكن السادس الله أعلم. وبعدين صارت الهجرة. الهجرة وصلنا الحمد لله. مدير المدرسة مين كان؟ حسن أبو كمال. من القباب؟ من يافا. من يافا. وأنت تدرس يعني أكثر من مدير ولا مدير واحد؟ لا هو نفسه. وكان يعني بقول لك في أساتذة، كان حسن رضوان من الفلوجة، كان حسن الكسواني من بيتكسا، كان توفيق الخيري من الرملة، كان علي من اليهودية. عباسية. ما كان يكون اليهودية. علي، وكان كمان واحد اسمه حمزة برضه من العباسية. وكان علي بدوان من عنابة. كان أستاذ أحمد منصور الكتة من الكباب، بس ما كانش يدرس في البلد، كان الله اللي يدرس في عواس الله أعلم. بقوا يجيكوا طلاب من قرى ثانية؟ أجم كان يجي من سلبي، من عمواس ومن أبو شوشة. إحنا كنا جنب الجامعة. وسط البلد؟ وسط البلد. وجيراننا كثار يعني، تقول عبد الرحمن عثمان أبو أسعد. وناس من دار رضوان، وناس من دار هندي، أبو العطية رحمة الله عليه، فتحي عطية موسى رمضان، ابن موسى رمضان. والعنيسي، العنيسي أبو علي وأبو عبد الحميد وأبو عبد الرزاق، ما أعرف شو اسمه الثاني، اللي بيجي أربع خمس أولاد هذا العنيسي. صبحي. وفي حارة تحتها، هاي الحارة تحتها دار صمرين ودار الله مصلي رحمه دار شعبان. نعم. يسموها حارة المطامير هاي تحت. وفوق كمان حارة تبعين دار هندي. فوق الحج محمد علي سالم، ودار عبد الحميد، الحج عبد الحميد حسينة، ودار حسن أبو درة، ودار عزرين، ودار خلفور، ودار سلامة محمد سلامة، ودار خميس حسنة، ودار فليفل. أما لما اليهود أخذوا البلد أخذوها ليلة، ثم تقول أخذوها المغرب طلعوا منها الصبح. نعم. طلعوا منها الصبح، أنا بقت البلد شاردة. اللهم صل على سيدنا محمد. في دكتور بن محمد منصور، الدكتور أحمد من البلد؟ من البلد. قعدنا 17 يوم واليهود رحلوا منها. احنا نروح نيجي، واللي عنده كمحات يحصدهن ويدرسهن ويصلع لها شويه كمح وديه لأهله. هذا الدكتور أحمد كان وقتها مجاز، جاي من الدراسة وجاي على أهله، جاي بتفقد، بدهم يتفقدوا الألغام اللي في الطرق، تيجي يجوا على حفة حجر وينزعش، يجي يجوا على الألغام وشير زي سنتين. ما وصلنا إلا طرون، اللهم استوي. هاي عنده أمه انجنت، معزوز الغرباوي. لما دفناه على القبور إنها انجنت جنان، صارت تحمل في المصاري عفر، تعفر على القبور عفر. هذا أبوه كان مسؤول عن محطة الشرق الأوسط سكة الحديد، محمد منصور. بقيتوا تطلعوا فزعات لقرى ثانية من القباب؟ لما يصير مثلا هجوم على قرى حواليكم تطلعوا؟ فيش قرى حواليكم غير أبو شوشة. أبو شوشة طلعوا. انكتل فيها أحمد العاصي. من القباب؟ من القباب. راح مع المجزرة اللي صارت؟ لا، قبل ما يصير أبو شوشة. قبل ما يصير. قبل ما يصيروا.
الحمد لله.